استاذه اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس اطمع يعني اتمنى على حضرتك ان حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون يا استاذه اسماء. حاضر يا فندم. دلوقتي حضرتك في واحدة ست عندها 60 سنة. زمان كتبوا كتابها وهي عندها 19 سنة وجوزها سافر 12 سنة. بعد الجواز على طول يعني اتجوزها وهو مسافر يعني؟ لا كتب الكتاب بس ومسافر. طيب وبعدين؟ وبعد كده هي خلطت مع واحد تاني وهي لسه بنت بنوت يعني خلطت مع واحد تاني و يعني غلطت وهي مكتوب كتابها فايه؟ حصل حمل وكتبت اسم الطفل باسم جوزها ده. جوزها ده ما دخلش بيها خالص ولا اختلى بيها خالص؟ خالص. طيب فين السؤال؟ السؤال دلوقتي هو بقى كبر الطفل ده كبر هي راحت ادته لابوه زمان وهو في الجيش فكبر وبقى عنده 40 سنة. يعني اديته لابوه اللي هي غلطت معاه وهو في الجيش قالت له خد اتصرف فيه. طيب هو دلوقتي كبر وبقى عنده 40 سنة وكده واولادها عرفوا وبنتها وابنها لما عرفوا اتصدموا فابنها جاله حاله نفسيه وبقى عنده انفصام وبقى دايما حابس نفسه اكتر من 10 سنين في البيت ما بينزلش وبيتكلم ناس هو اللي فين السؤال بقى؟ السؤال دلوقتي هي تعمل ايه عشان ربنا يغفر لها غلطتها دي او ولادها يعملوا ايه وولادها موقفهم منها ايه يعملوها ازاي؟ طيب انا جاوب على حضرتك يا استاذه اسماء. اول حاجه ولادها مش هم ربنا. الغلط اللي غلطته ده اسمه كبيرة والكبيرة دي يحاسبها الله عليها وهي تابت وهي لا يجوز لها ان هي تظل تجرد نفسها ولا تعاقب نفسها لكن الواجب عليها ان هي تعمل من الصالحات تعمل العمل الصالح وتقسم من الصدقات وتقبل على الله سبحانه وتعالى ده الواجب اللي عليها لكن هي مش مسؤولة ان هي تعذب نفسها هي لو عذبت نفسها ده مش من حقها هي تتقي الله سبحانه وتعالى. مسألة بقى ان الولد ده مش ابن الراجل ده احنا في شوية تفاصيل المفروض نسألها هو اتولد امتى وهل عملنا تحليل ولا لا وهل ده احنا تأكدنا ازاي ان ده مش ابن ده هل لان هو اتولد في فترة ما كانش فيه اي علاقة غير بهذا الرجل المسألة كلها مسألة محتاجة شوية تفاصيل ولذلك مسألة هو ده ابن مين ده مش هتكلم فيها لان انا لازم اشوف التفاصيل كلها واسمع التفاصيل كلها وانا بحذر الناس ان هي تتكلم في مثل هذه الموضوعات بغير ان تجمع التفاصيل هذه الاشياء تحتاج الى جلسة مباشرة عشان نتكلم في الانساب انا من الاشياء التي لا احب الكلام عنها ولا أبيح الكلام عنها فيما يتعلق بهذه الأشياء في الأنساب إلا في مسألة الفتاوى إلا ده اللي عايز يتكلم يتكلم بشكل عام إن الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني الولد للفراش يعني الولد ينسب للرجل ما دام في فراشي هو عايز يلاعن وعايز ينفي نسبه دي مسألة تانية خالص فالمسألة محتاجة شوية تفاصيل إحنا قلنا قواعد عامة ولكن عشان نفصل في المسألة دي نفسها لازم ناخد المعلومات أولادها يعملوا إيه؟ يساعدوها إن هي تخرج من جلدها لذاتها ده جزء من بر الوالدين إنك تساعد والديك إن هم يتوبوا إلى الله توبة نصوحة لكن فكرة بقى إن إحنا رافضينها ومش قادرين نبص في وشها هي عملت كده إزاي؟ كل ده مش من حقكم هذه أمك وتابت إلى الله فما دام تمت الى الله سبحانه وتعالى ليس عندك الا ان تحسن اليها وان تبرها حتى وهي عملت كل ده وعملت كده فخونه ولا تتوب هي تابت الى الله وتتقوا الله سبحانه وتعالى يبقى عندنا مسالتين مساله النسب دي محتاجه تحقيقات مساله بقى انتوا علاقتكم بامكم دي امكم لابد ان انتوا تبروها وهي عملت الكبيره دي
وهي عملت الكبيرة دي، وهي عملت كده في أخونا، وهي عملت كده في أخونا، لازم تبروها. هو ده قولا واحدا.